أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة لأورادي هم بسن المراهقة وقد أتعبوني أنا ووالدتهم، وخصوصا عند قيام الفجر، فأذهب وأتركهم بفراشهم ثم يقومون الصباح الساعة 7 ويصلون ثم يذهبون إلى مدارسهم. هذا تفريط وهذا إهمال منك، لا تذهب إلى المسجد إلا وهم معك، فإذا اعتادوا الجد منك فإنهم ينحزمون ويقومون عندما توقظهم، أما إذا اعتادوا منك الكسل والتساهل فإنهم يتمادون في النوم والكسل ويخرجون الصلاة عن وقتها وأنت المسؤول عنهم، والواجب على الأمة أيضا أن تساعدك في إيقاظهم. نعم.